اللقاء، لكن عودة المنتخب الأردني في القسم الأخير من الشوط الأول سمحت له بالبقاء قريبا، فارق 6 نقاط محمد، فارق ليس بكبير، وبنفس الوقت ربما يشكل حافز للمنتخب الأردني للعودة بالربع الثالث، وكلنا يعلم كم هو مهم الربع الثالث في مباراة كرة السلة. بالضبط، خصوصا أول 5 دقائق في الربع الثالث. رغم أداء المنتخب الأردني غير المقنع في حوالي 15 دقيقة من المباراة، ولكن في 5 دقائق رأينا تركيز في الدفاع وتركيز في الهجوم، واستطاع المنتخب أنه يقلص الفارق إلى 6 نقاط. طبعا هذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن المنتخب الأردني قادر على مجاراة المنتخب الصيني، ومن الممكن أن يعني يحقق نتيجة. في المقابل المنتخب الصيني انخفض أداؤه في آخر 5 دقائق من الشوط، ورأيناه هناك يعني تيرن أوفر، ورأينا هناك أخطاء عندما كان المنتخب الأردني يضغط في الدفاع في من خلال فول كورت بريس أو الضغط على حامل الكرة. مفاتيح اللعب كوتش بالمنتخب الأردني، لاحظنا أن زيد عباس أوكل إليه دور كبير جدا و حمل المنتخب الأردني على كتفيه، لكن أيضا غياب أسامة دغلس أو تغيير مركزه على أرض الملعب ورشيم رايت، يعني هذه المفاتيح كلها أثرت بنهاية الشوط الأول. كيف تقيم هذا الموضوع، وهل تعتقد أن المدرب لاحظ هذا الخلل وعالجه بالقسم الأخير للشوط الأول؟ أعتقد يعني لازم يكون في استغلال أو استثمار لقدرات اللاعبين الهجومية الأردنيين، لأنه في اللاعبين الأردنيين كلهم لاعبين يمتازون بمهارات عالية هجوميا، يعني إن كان سام دوغلاس أو زيد أو رشيم رايت. يعني مثلا عم نشوف سام دوغلاس من اللاعبين الصانعين الألعاب اللي جيدين جدا، وبنفس الوقت بيستطيع اللعب تحت السلة، يعني إذا كان عنده المسمار. هذا الشيء ما شفنا المدرب استغله مع سام، يعني سام عم ياخده لاعب أقصر منه بالطول، وسام بيعرف يتصرف تحت السلة لما بيكون في دبل تيم، يعني لأنه أكيد إذا راح يلعب واحد على واحد راح يستطيع التسجيل بسهولة، وإذا راح يصير في مساعدة على الدفاع من عند الفريق الصيني حيعرف يتصرف وكيف يوصل الكرة للاعب المفرغ بصورة صحيحة. يعني ما المفروض يكون في تسرع بالهجوم، يعني شفنا لما الفريق الأردني ركز الهجوم تبعه بطريقة صحيحة، لما صار في دوران للكرة، لما صار اللعب مع زيد، يعني شفنا زيد كان هو أكثر لاعب موفق هجوميا، شفنا اللعب أكثر من مرة عليه، يعني شفنا هو صار مفتاح اللعب مثل ما كانوا عم يعملوا الفريق الصيني بدورانهم للكرة. لا، شفنا صار في تخلخل للدفاع الصيني، يعني حتى شفنا الفريق الصيني جرب يغير لدفاع المنطقة، يعني شفنا اللاعبين، حتى اللاعبين صار في تغيير باللاعبين المدافعين، يعني على زيد صار أكثر من لاعب يدافعه. أنا بعتقد أنه زيد إذا ظل على مركز الأربعة، يعني لما بيلعب بمركز الأربعة هجوميا حيكون خطر أكثر من ما بيكون عم يلعب على مركز الثلاثة أو لاعب الجناح، لأنه لما بيكون لاعب جناح عم ياخده لاعب أقصر منه نوعا ما بالطول، وما عم يستغل هالشي لزيد كمان ليلعب تحت السلة. لازم يكون في تنويع، يعني لازم يكون في استغلال الجيم سيتويشن. الفريق الأردني إذا استغله مثل ما صار بآخر 5 دقائق أنا بعتقد راح يحرج الفريق الصيني، لأنه الفريق الصيني ما عنده هالدفاع القوي ضد الفريق الأردني. الشغلة الثانية بالدفاع الفريق الأردني على الفريق الصيني، أنا بعتقد إذا أوكلت مهمة عبد الله ليدافع على اللاعب الأساسي بالفريق الصيني ويكون في مساعدة صحيحة، لأنه الأدوار، ومحمد بيعرف، لما الأدوار تتوزع بطريقة صحيحة على اللاعبين هجوميا ودفاعيا كل لاعب يعرف أنه شو عم بيأدي، وهذا اللي المعروف فيه الفريق الأردني. يعني رشيم منه من اللاعبين الجيدين دفاعيا، بس ممكن تستغله هجوميا وممكن تعطيه أدوار دفاعية معينة يقدر يقوم فيها. الضغط جدا مهم على الفريق الصيني، السويتش كثير مهم كمان باللاعبين اللي برا، يجب مساعدة عبد الله بالدفاع. عبد الله عم بيأدي دور كثير كبير لأنه ما عم بيخليه يستلم الكرة من أول مرة، لأنه يشوف اللاعبين الصينيين منهم لاعبين
المقاتلين يعني حتى اللاعبين البارزين بالفريق الصيني لما بيكون في ضغط عليه يمكن يحاول استلام الكرة من أول مرة لثاني مرة، الفريق الصيني كلهم عم يتضعضع هجوميا لما ما بتوصل الكرة لعند يي، لأنه كلهم هني معتمدين عليه هجوميا أنه هو بيوزع الكرة. فإذا كان الضغط عليه بشكل صحيح هجوميا، يعني أنا محل المدرب الأردني باخذ ريسك بهالقصة، بحاول الضغط عليه وما بخليه يستلم الكرة لأنه بدي ضيع الفريق الصيني، الفريق الصيني معتمد عليه أساسيا هجوميا، يمكن هالعملية تضيع الفريق الصيني ويمكن يستغلها الفريق الأردني هجوميا، لأنه لما بيكون في عندك دفاع منيح بتقدر تروح على الهجوم مرتاح. كوتش حكيت كثير، شو هيدا؟ اسم الله عليك، يعني الهايلايت دقيقتين وربع تقريبا، يعني لا من نرفع لك القبعة، إن شاء الله المنتخب الأردني يبيضها إن شاء الله بالشوط الثاني. دعونا نتابع إحصاءات الشوط الأول، إحصاءات تصب بمصلحة المنتخب الصيني من حيث نسبة الفيلد جول الثنائي. نسبة الثلاثيات عند المنتخب الأردني ارتفعت بشكل كبير بعد ما تمكن زيد عباس من تسجيل ثلاثيتين متتاليتين. إذا منلاحظ الفري ثروز عند المنتخب الأردني 12 مقابل 4 فقط عند المنتخب الصيني، وذلك بسبب نجاح المنتخب الصيني بأكثر من فيلد جول ثنائي. الريباوندز أرقام متعادلة، الأسيست أيضا، التيرن أوفرز أيضا، الستيلز، يعني كامل نواحي اللعب تقريبا متعادلة بين المنتخبين ما عدا نسبة الفيلد جول الثنائي التي تصب كثيرا بمصلحة المنتخب الصيني. وتحدثنا محمد، إذا برجع لك، عن اللاعبين الفارعي الطول بالمنتخب الصيني. وانغ جي جي لم يلعب كثيرا، عندما شارك سجل من الخارج، كان عمله أكثر على البريمتر. جيان ليان لا يمكننا أن نقول أي شيء عنه، إنما اللاعبان البديلان سو ويد لاعب رقم 13 وجانغ جاو شو لاعب رقم 10 مترين 21 سنتيمتر لم يكونوا فعالين داخل المباراة. لم يكونوا فعالين، ولا أعتقد أن المدرب الصيني يعتمد عليهم بشكل أساسي. ما لفت انتباهي بول بالإضافة إلى ما قلت هو أن الفريق الصيني سجل 11 ثلاثية، يعني 33 نقطة من أصل 40 نقطة تم تسجيلها من خارج الثلاث نقاط، وهذه نقطة أرجو أن ينتبه إليها مدرب المنتخب الأردني. هذا يدل على شيء، يدل على الباد روتيشن، الروتيشن في المنتخب الأردني الدفاعي لم يكن موجود بشكل، يعني كان، يعني كنا نرى لاعبين عند الاختراق يجد لاعب آخر خالي من الرقابة تمام في خط الثلاث نقاط ويسجل، منهم وانغ جي جي في ثلاث مناسبات. نعم. 11 ثلاثية، يعني أعتقد أن الفريق الأردني يجب أن ينتبه إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى يجب على مدرب المنتخب الأردني، أو أرجو من مدرب المنتخب الأردني، أن يبدأ الشوط الثالث بنفس التشكيلة التي انتهى فيها في الشوط الربع الثاني، وهي التشكيلة الأفضل. على كل حال سنرى بعد قليل، لكن دعونا الآن نتوقف مع فاصل قصير، نبدأ من بعد الشوط الثاني من دون توقف وحتى نهاية المباراة، ابقوا معنا.